بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الطلبة، بكل حب وتقدير يسعدني ألتقي بكم مرة تانية إن شاء الله عبر التعليم الإلكتروني أو التعليم عن بعد، لكي نناقش اليوم الفصل الخامس من كتابنا اللي هو نظم المعلومات المحاسبية في بيئة التحول الرقمي. النهاردة احنا بنتكلم عن الإطار العام الخاص بقواعد البيانات. قواعد البيانات دي العمود الفقري للتعامل مع هذا الموضوع. طبعا عندنا زي ما اتفقنا الأسبوع اللي فات أو المحاضرات اللي فاتت، عرفنا أن النظم المشغالة حاليا يدوية كلها، يعني الناس بتعتمد على المدخل التقليدي في تشغيل البيانات، ولكن الحقيقة في جوانب قصور في هذا الموضوع، لأن الحقيقة لو طبقنا حتى تشغيل البيانات الإلكترونية ده معناه ان انا بنعتمد بشكل مباشر على الملفات الرئيسية للبرنامج، وما يكونش في انسجام لبرامج التطبيقات المختلفة مع التطور في بيئة الأعمال التكنولوجية سريعة التغير. برضو في مشكلة اللي هي الافتقار إلى المرونة والتحول السريع لخدمة المتطلبات غير المسبوقة. النقطة الخطيرة جدا ان مفيش إطار سليم للرقابة على تشغيل البيانات واستخدام المعلومات. ايضا ان هذا المدخل بيركز على المعلومات ذات الطبيعة الروتينية، لانها محاسبة مالية. انا مش بنتكلم دلوقتي في محاسبة إدارية ولا تكاليف، او بنتكلم دلوقتي على المحاسبة اللي بنسميها external accounting لأغراض خارجية اللي اليوزرز عاوزين نتيجتها مننا. طب ليه المشاكل دي؟ لان كان كل واحد بيعمل سب سيستم يعمل له قاعده بيانات لوحده، فاصبح فيه اعداد ضخمه من قواعد البيانات الفرعيه ما فيش فيها بينها انسجام، ما فيش بينها تآلف، وبالتالي التدخل بينها كان امر صعب جدا. عشان كده لو عملنا داتابيز او بنسميه ماستر فايل او بنسميها داتابيز كامله، همنع الازدواج في البيانات زي ما هنشوف دلوقتي كل هذه التفاصيل حاجه حاجه. طبعا انتوا خدتوا قبل كده الماده دي، خدتوا داتا بيز 1 و2، عشان كده انا هقول دي بسرعه جدا، ولكن انت مطلوب منك ترجع للي انت خدته في هذا الموضوع، حتى المراجعه السريعه اللي احنا بنعملها دي دلوقتي، وفي اسئله هتجيلكم فيها، لان على فكره زي ما قلت لحضراتكم ان قواعد البيانات كمان جزء من نظم دعم اتخاذ القرار. يعني زي ما خدنا انواع نظم المعلومات، عرضنا نظام دعم اتخاذ القرار اللي هو بيشمل داتا بيز، موديل بيز، ديالوج بيز، ونوليدج بيز. انا هنا اللي انا عاوز اقول لكم عليه برضه هوت، ان احنا لما بنتكلم في قواعد البيانات ليه اتحولنا لقواعد البيانات؟ لان زي ما اتفقنا المدخل اللي فات ده فيه بيانات متكرره، فيه ازدواجيه، وعشان كده بنتحول الى منهج قواعد البيانات اللي هو هيوفر لنا برامج تطبيقيه ومعلومات تفيدنا في دعم واتخاذ القرار على مستوانا. ايه تعريف قاعده البيانات؟ الداتا بيز سيستم بيطلق على النظام ده اللي هو التفاعل بين قواعد البيانات اللي هي الفرعيه سب سيستم كلها، والبرامج التطبيقيه اللي احنا بنستخدمها في نظام اداره قواعد البيانات. على فكره في فرق بين كلمه قاعده البيانات وداتا بيز مانجمنت سيستم واداره قواعد البيانات. او ده احنا بنطلق عليه كله، بنجيب فيه على فكره بيبقى فيه دايما بيكون مدير مسؤول على هذه القاعده، بنسميه مدير قواعد البيانات او داتا بيز ادمنستريتور. طيب يبقى عرفنا دلوقتي ايه قاعده البيانات، هننتقل الى الشريحه الثانيه وقلناها قبل كده اعتقد مش هنكررها تاني، ايه الفرق بين الداتا بيز اسف الداتا والانفورميشن والمعرفه. لازم كل واحد يبقى عارف ان الداتا دي عباره عن ماده ايه؟ حقائق، مجموعه حقائق بتعبر عن مواقف وافعال معينه، بعبر عنها برموز بارقام بكميات الى اخره. ماده خام زي احنا عندنا في المحاسبه مستندات، فواتير شراء بيع الى اخره، دي كلها داتا. انا دوري كمحاسب يدوي او تقليدي كنت بحولها الى انفورميشن. اذا ايه المعلومة؟ جاية منين؟ جاية من تنظيم البيانات وتبويبها وتحليلها، يعني بحول الداتا بواسطة نظام معين إلى مجموعة مقترنة من البيانات، مما يؤدي إلى أن يبقى لها قيمة، ودي هتمثل معلومة ممكن استخدمها في اتخاذ القرار
من خلال تقارير المالية. طب النولج ده رصيد متراكم، يعني انت عندك كم كبير من المعلومات، ازاي اطلع منها المعرفة؟ دي النقطة المهمة جدا. فده رصيد متراكم من الخبرة والمعلومات والدراسات اللي بتمزج ما بين المعلومات والخبرة والحكمة البشرية. كان ده كله قلناه بكده في اول الكتاب. طب ايه نماذج البيانات؟ النماذج البيانات دي وسيلة امثل بها البيانات بطريقة تخلي القارئ يفهمها، ببين العلاقات ما بين بارامتر معينة. يعني اذا زي مثلا ما جاء عمل مخطط اللي هو السكيما، والمخطط ده يوضح الكيانات انتيتيز اللي بيتم تمثيلها زي الموظفين والطلبه اللي احنا قلناها قبل كده بالنسبه لهذا الموضوع، وابدا اقول الاسم الطالب واسم الموظف واسم الطالب ورقم الى اخره، داتا كامله تمثل الحاجات اللي انا بشكلها فيما يتعلق بالداتابيز. الملفات، الملف طبعا ده شامل ايه بقى؟ الملف ده بيشمل مجموعه سجلات خاصه بموضوع معين، زي مثلا بقول ملف الموظفين، ملف المخازن، ملف العملاء، بحيث ان نقرا الموضوع ده بيديك سجل يبين لك فيه كل حاجه موجوده من هذا المنطلق. طيب هنا في عندي مجموعه مفاهيم انا قلتها قبل كده كتير، يعني دي غطيناها في اول محاضرات. من الواضح من الكلام اللي قلته دلوقتي ان لازم تبقى انت فاهم ايه معنى الكيان، ايه معنى الصفه، ايه معنى الرمز، ايه معنى الحقل، ايه معنى السجل، ايه معنى الملف. تمام، كل واحدة من دول بتبين لك كل محتوى. فمثلا انت عندك الحقل ده وحدة تخزين مالية صغيرة جدا زي رقم العميل واسم العميل. عندك الكيان، الشيء اللي بيتم تخزين بيانات عنه زي العاملين، عناصر المخزون. عندك السجل، ده بيتكون من عدة حقول بتوضح صفات محددة لكيان واحد، زي سجل العميل اللي بيشمل رقم العميل واسم العميل وعنوانه الى اخره. الملف بقى بيتكون من مجموعة سجلات. شوف بقى، يبقى هنا ايه؟ تعرف الاول ايه الفرق بين كل واحده، ودي ممكن تكون من ضمن الاسئله اللي انت بتسال فيها. طيب بعد كده ايه طرق تنظيم الملفات؟ انا عندي داتا كتير جدا، الملفات عاوز انظمها، في عندي عندي كام اسلوب هنا. اول حاجه التنظيم المسلسل للملفات للسيكوال، ده مرتبط بايه؟ ان انا بخزن السجلات على نحو مرتب طبقا للصفه الاساسيه اللي بتعرف بتبين ايه هو السجل، زي مثلا ترقيم العملاء من واحد لغايه كذا. تمام، الفواتير المبيعات على فكره ممكن تدخلها بنفس الاكام من كذا لكذا، يعني مثلا انا عاوز اسجل فواتير مبيعات لسنه 2015، اذا من رقم كذا لكذا دي خاصه ب 2015، يبقى انا عرفت اي رقم تاني هيخش هنا مش الكمبيوتر مش هيقبله. نفس الحكايه في تنظيم تاني من خلال الفهرس، فهرس مسلسل الملفات، وده بخزن من خلاله تخزين سجلات البيانات على نحو مسلسل. يعني هنا الحاجات دي كلها انت خدتوها في قواعد البيانات، واعتقد يعني التوسع فيها هيبقى مشكله. انواع الملفات، ايه انواع الملفات اللي عندي؟ انواع الملفات عندي اربع انواع من الملفات، ودي برضو خدتوها في قواعد البيانات، عشان كده مش عاوز يعني اقول الكلام ده الا سريعا بحيث انت عارفها برضو، لان ممكن تكون جايه لك اسئله مالتيبل تشويس. ايه ملف العمليات؟ وايه ملف؟ في ملفات مفتوحه، وفي ملفات الارشيف، وفي ملفات احتياطيه. الحاجات دي كلها اربع انواع اهيت، بس اللي انا عاوز اقول لك عليه في ملف اللي هو العمليات، ده يهمني جدا، هو الملف الرئيسي ماستر فايل. ايه معنى كلمه ماستر فايل؟ انا ممكن يبقى عندي مثلا مدير قاعده البيانات عنده بيانات للمخازن، بيانات للمشتريات، بيانات للانتاج، بيانات لكل نوع، فده بنسميه مدير، حتى بيسموه بره ضابط المعلومات الرئيسي. فعنده كل الداتا، ما حدش بيخش عليها الا هو. طب انا بالنسبه لي عاوز اسعر منتج، اجيب الداتا ازاي؟ فانا باخد هنا اذن من الاداره العليا، بيديني حق ان انا اخد من كل ملف فرعي حاجه، يعني انا هسعر المنتج يبقى عاوز تكاليف اخدها من الملف ده، اخد من مخازن، اخد من موردين، اخد اجمع بيانات عن حركه السوق الى اخره. اما ملف العمليات ده اللي بيبين لك فيه حدث معين، ايه المدين وايه الدائن، ايه العملاء وعلاقتهم بالبنك الى اخره من الملف. عندنا الملف
في ملف احتياطي وده الصح. الباك اب، باك اب فايل ده عباره عن ايه؟ يعني انا هنا لما كنا بندخل نتيجه الطلبه في جامعه المنصوره من حوالي كام سنه الوقت بتاع 10 سنين وزياده، فقلت لهم لازم نعمل ملف احتياطي. ليه؟ لان ممكن قوي يحصل مشكله تضيع كل الداتا انتوه. فكنا بنعمل ملف احتياطي نديه لرئيس الجامعه وملف لنائب رئيس الجامعه مع عميد كل كليه عنده ملف، عشان حتى كمان ما يجيش ممكن حد يجي السنه الجايه يلعب في نتيجه طالب، يبقى انا عندي الاصول اقارن بيها واعمل كومبير بتوين. فالملف الاحتياطي مهم جدا. على فكره برضو في حاجه ثانيه، في حاجه ثانيه اسمها فيرتشوال. ايه الفيرتشوال دي؟ يعني لما العراق احتلت الكويت فتره، البنك المركزي الكويتي حصل له مشكله كبيره جدا، لولا كان مخزن نسخه احتياطيه من كل حاجه في البنك المركزي مع ذلك كان هيحصل فيه مشكله. بس كان عباره عن ايه؟ بنسميها فيرتشوال، يعني او بنسميه ايه؟ التخزين الافتراضي. وده موضوع ان شاء الله في الدكتوراه تاخدوه مع بعض. ده هي الملفات كلها هي اللي معموله بطريقه جميله. الارتباط بين الملفات الرئيسيه كلها في نماذج لبناء قواعد البيانات، دي كلها اتخدتوها قبل كده. في نماذج اللي هو نظام المسلسل، قاعده البيانات المسلسله اللي دي بتديك نوع زي شجره القرارات كده، بتحتوي على نقاط التقاء بينها ونودز معينه او روت نودز. ده بيديك الشكل بتاع التطور اللي يحصل هذا الموضوع. في نوع تاني هنعوزه جدا هنقوله دلوقتي، يبقى انا عاوز منك بس ايه انواع قواعد البيانات والحاجات دي. وانا على فكره احسن حاجه انتوا خدتوها قبل كده، عشان كده مش عاوز اخليكم. ده اخطر نوع انا عاوزه. لحظه معلش. نموذج قاعده البيانات العلاقات دي على فكره بتبقى مهمه جدا، لان على فكره دي مستخدمه حاليا في البلوك تشين يعني بشكل جزئي. لان عندنا ديستريبيوتد داتا بيس، ده بيانات موزعه كلها مرتبطه بعلاقات متكامله مع بعضيها، وده بيتم تصميمها لحل المشكلات خاصه بالتشغيل، وبالتالي محتاجه الى قدرات فنيه للتعامل مع قواعد البيانات. يعني ده كله انا بس بعرض لكم حاجات انتوا خدتوها قبل كده، بحيث ان انتوا ايه. طبعا في عندي انواع كتير من قواعد البيانات، بس ده اللي انتوا بتشوفوها طريقه عمل قواعد البيانات سريعا كده. بدا هقول لك ايه الحقل والسجل اللي احنا قلناه والفايل، كل ده اهوت قواعد البيانات. هنا المفهوم بقى والخصائص، ده اذا رجعها تاني كمان برجعها لكم تاني اهوت من جديد. كل ده جزء نظري ظريف جدا. اهم حاجه عندي هنا بقى ايه اهميه واهداف قواعد البيانات. قواعد البيانات كاهداف بتمثل الهيكل الطبيعي للبيانات اللي عندي كلها. بقلل التكلفه لان مش في ازدواجيه، لان انا بعمل ماستر فايل كامل. بلبي الاستفسارات المتوقعه بشكل سريع جدا، روتيني وغير روتيني. مثلا انا تقريبا لما كنت مسؤول عن التقنيه كعضو مجلس اداره في الجامعه، كان رئيس الجامعه بيطلب مثلا اعداد الطلبه اللي هم من خارج المنصوره اللي جاي من بره. ليه؟ عشان اعرف في بنت كام بنت وكم ولد، واشوف الطاقه الاستيعابيه في المدينه الجامعيه واللي جاي عدد قد ايه، وبالتالي اخد قرار. ايه القرار هنا؟ هل يا ترى ان انا دلوقتي انا عندي الطاقه بتاعتي 5000 طلبه اخليهم في المدينه الجامعيه اكلهم واشربهم ونيمهم، طب انا جالي 8000 اعمل ايه في 8000؟ هنا هل اجر؟ ده اتخاذ قرار بقى. فانا بحطه قدام صانع القرار ياخد القرار اللي عاوزه، فاقول له دي كل حاجه وابدا افكر. فدايما تلتقى المعلومات. يعني هنا الميزه، يعني شوف النهارده اداره الازمه في الدوله رائعه جدا. انا معجب جدا باداره الازمه اللي احنا فيه. انا شايف ان مصر احسن من دول ثانيه في اداره الازمه. بس بينقص حاجه واحده بس اللي هو الجهل. شوف هنا لما يبقى عندنا احصائيه بين لك مين اللي بيموت، مين اللي دخل، مين اللي جاي من بره، قاعد مع مين كتير. ولكن هنا تلتقى الناس التزمت في مصر بنسبه كبيره، الناس الواعيه، ولكن الشباب اللي قاعد يعمل لي فرح واللي قاعد يتنطط في الشارع. بدون البيانات مش هنقدر نديل الازمه. فالدوله دلوقتي ايه؟ طبعا على فكره عاوز اقول لك حاجه، انا كراجل نظم معلومات وانتوا هناك نظم معلومات، لازم تعرفوا ان الموضوع ده مش سهل ان اوقف كل حاجه. السياحه وقفت، المصانع وقفت،
كل حاجه بدات تقل، الانتاج بيقل، في شركات واخده قروض عاوزه تنتج عشان تسدد القروض، ففي مجموعه ازمات لازم الشعب المصري يتفاهم، مش احنا لوحدنا، ده العالم كله الخسائر تعدت كتير جدا. لما اجي اقول خسائر ده نظام معلومات، كل ده داتا بيز مجلس الوزراء وداتا بيز اللي بتدي مؤشرات للرئاسه وتقول له خلي بالك عندنا كم واحد مريض وعندنا الدواء قد ايه والمنطقه ديت فيها ايه والمنطقه دي فيها زباله والمنطقه ديت فيها كم مستشفى ضايعه، دي كلها قواعد بيانات. اذا انت هنا بقواعد البيانات انا بقول الكلمه وانا واثق، ما ينفعش اقول كلام ارتجالي. تخيلوا لو احنا في الازمه دي موجوده ومفيش نظام معلومات، كنا ضيعنا بعض. ولكن الاعلام متناغم مع وزاره الخارجيه، متناغم مع وزاره الصناعه، متناغم مع كل الوزارات، ومجلس الوزراء كله على قلب رجل واحد بيدير بمعلومات. اذا هنا دعم اتخاذ القرار في اداره الازمه. عاوزكم تفهموا الموضوع ده، مش كلام نحفظه، ده قواعد الماده مهمه جدا. انت كرجل يعني مثلا لو انت في اي مكان بدون قواعد بيانات ما اعرفش، انا مثلا اجي عاوز اعمل قواعد بيانات، انا دلوقتي انت مسكت محاسب الكتروني في شركه، يبقى لازم عندك كده المبيعات بتاعت كل سنه، وممكن اعمل لمجلس الاداره كيرف يبين لي مبيعاتي طالعه قد ايه ونازله، طب ونازله ليه وايه السبب، وابدا اشوف العمال اللي عندي كم واحد فاهم الجديد وكم واحد مش فاهم الجديد. يعني اذا هنا في اداره ازمه. الجامعه دلوقتي شوف دلوقتي التواصل بينكم دلوقتي من خلال ايه، باور بوينت بشرح اهو. مين اللي عمل الكلام دلوقتي؟ الازمه خلت كل استاذ لازم يوصل للطالب المعلومه عن بعد، التكنولوجيا. اذا بصوا هنا تخيلوا، وبرضه على فكره ما كانش في استعداد كافي لان في ناس ما تعرفش تشتغل الحاجات دي، وبالتالي انت تتحول بقى انت كطالب هتتفاعل مع الدكتور سمير ومع الاستاذ محمود ومع ساره ومع المجموعه وتبعت الاسئله وتاخد الاسئله ونشوف الصعوبات ايه اللي عندكم وهتمشي العمليه. شوف تخيلوا المعلومات قيمتها قد ايه. اظن النهارده احنا محتاجين جدا لكل معلومه بنقولها، ادي المعلومات واهميتها. انا ليه برجعكم القواعد البيانات؟ انتوا خدتوا داتا بيز 1 وداتا بيز 2 مع دكتور ابو الفتوح تقريبا. برجع تاني ليه؟ لان انا بتعامل مع طالب بناء معرفي، باخد اللي انت خدته قبل كده وبكمل عليه. انا بشرح دي المفروض ما اشرحهاش، ولكن انا بذكرك بسرعه، ولكن ده دي اتاخدت على مدار ايه؟ ده مقررين، داتا بيز 1 داتا بيز 2. يعني هنا اللي انا عاوزه دوت ان مزايا قواعد البيانات اللي انا بركز عليها ان قواعد البيانات بتتجنبني التكرار والحشو. في استقلاليه لبرامج التطبيقات، في مركز داتا سنتراليزيشن، داتا انتجريتي، يعني في تكامل بيانات. اربع خصائص اهم تعرف. يعني انا براجع لك الحاجات اللي انا يمكن جايب لك هنا الحاجات اللي انا عاوزها اللي هبني عليها افكار ثانيه في الجزء اللي انا هنشرحه في الجزء اللي جاي. ادي هنا برضو هتلاحظوا حاجه حضراتكم، هنا جوده البيانات. هيترتب عليها جوده المعلومات. على فكره هنا ازاي بتحقق جوده البيانات؟ اولا الفاليديشن ديت بتسمح بتواجد معايير بتربط بعلاقات البيانات مع بعضيها في اطار يتسم بالموثوقيه. ترابط البيانات، الاستدعاء ان انا ممكن اعمل ريكفري بسرعه جدا، اصحح الاخطاء بسرعه جدا، البساطه، الارتباط والتدخل مع الماضي، الارتباط مع المستقبل. داتا بيز ليست تاريخيه وانما هي تاريخيه ومستقبليه، ليست ماليه وانما ماليه وغير ماليه، ليست اللهم صل على داخليه وانما داخليه وايه؟ وخارجيه. شايف ده جمال المعلومات، انت كطالب تربط المواد اللي انت واخدها مع بعضيها، هتجد نفسك مستمتع. الماده بتاعتنا نظم معلومات محاسبيه، شوف انا محتاج مش هقدر اعمل نظام معلومات محاسبيه بدون قواعد بيانات. وما اقدرش اديك نظم معلومات في رابعه الا ما كنت خدت في ثالثه. يعني ده بنسميها البريكويزيت اللي هو ايه؟ متطلب الصادر. ايه محددات استخدام هنا قواعد البيانات؟ هي بقى على فكره برضه عاوز اطلع بره الموضوع كده بسرعه. ما بالشكل ده يا دكتور سمير انت بتعمل قواعد بيانات ضخمه عشان انت بتحط فيها ماليه وغير ماليه وتاريخيه ومستقبليه كتير جدا، بتعمل بنش مارك وبتقارن. صح. امال ايه المطلوب؟ المطلوب
اخزن الداتا. طب التخزين اللي عندي هجيب اجهزه كتير جدا منين؟ فلوس كتيره. هنا بقى نلجا الى ما يسمى بالكلاود. انتوا بقى كده تعرفوا بقى ايه معنى الكلاود. انا طلبت منكم في اول محاضرات كلفت الناس يعملوا كلاود ويعملوا حاجات زي يقروا بيج داتا ويقروا الحاجات دي كلها الى اخره. بالشكل ده الحمد لله انت بتشوف كل الامور دي بهدوء عشان تصل الى قواعد البيانات. طبعا في عندك هنا قواعد البيانات شهاده الاستخدام اللي هي خاصه بسيكول سيرفر 7. انا بس هاخد دي بسرعه جدا. وانتم بقى مع السكاشن لان والاوراكل دي انواعها يعني بصفه عامه. وكده خلصنا المحاضره دي. وانا بشكركم جدا بس هتراجعوا المفاهيم والتعريفات الخاصه بالموضوع ده. ان شاء الله هنسجل لكم قريب جدا المحاضرات اللي باقيه وربنا يوفقكم. شكرا جزيلا.